لكم على فيديو جديد يا رجاله، عاملين ايه؟ يا جماعه خلاص ده اكيد هكمل فيه مارس الكارير، هكمل فيه بجد فعلا. فا يلا بينا. انا قررت العب باريس سان جيرمان، انا كلها بقى عواجيز شويه فنحسنها شويه، قررت العب بيها يعني خلي برضه بيقولوا حلوه. فا يلا بينا نلعب باريس سان جيرمان. خبوش دي هكمل فيها وانا عرفت اللعيبه، وانتوا برضو لو عندكم لعيبه قولوا لي في الكومنتس. فيلا بينا. يلا مصري يلا بينا. ماشي يورو بقى يلا بينا. لو ما تنسوا تعملوا لايك سبسكرايب كومنت للفيديو، تعملوا لي فولو على الانستجرام. انا بقيت في كلان اسمها اي اف تي سايكلوبس، بقى بغير الاوترو عشان ابعدله وبس. تعملوا لي فولو، انا خلاص 600 واحد وهنلعب وهنجيب سبورت اوفر كود بقى و يلا بينا. قولوا في كومنتس لو شفتوا الفيديو ده عجبكم قوي، لو حسيتوا احنا عايز كده حلو وعايزين العب تاني يبقولوا لي يبقولوا لي اكمل فيها ولا نلعب فور نايت. اوكي ماشي. انتوا لعب ماشي السين اهو، هي معاها بالظبط 208 مليون. طيب احنا هنجيب طبعا بوفون، خلاص يعني راح عليه. هنجيب دوناروما، هنمسك كل صراحة مع بعض. اقول لكم بس اللعيبة اللي ايه اللي انا يعني شايفة ان هي فرقة كاملة هنغيرها. يلا بينا. طيب اولا دوناروما عشر ثانية صغير حلو قوي. يلا بينا. وعايزين ديونج، ديونج ده هنجيبه بعدين يعني لما بس لما لو بعنا رابيو و اسمه ايه، لو بعنا رابيو و اسمه اللي جنبه دلوقتي هنجيب ديونج و ارثور. ارثور ده ده 21 سنة ده يعني بقى لسه شوية يعني دلوقتي شوية بس هما دلوقتي يعني ما هنجيبهم. ونراما صلاح بكتبه بس ده وسكرينير اللي هو المدافع بتاع انتر ميلان نجيبه برضه صغير حلو عشان تيجو سيلفا يعني كبير قوي ف حاجه 30 سنه فبقى حاجه 20 ده حلو قوي يعني. ودي ليخت يا جماعه اهو و ويا جماعة اللي هو ارنولد ترينت الكسندر ارنولد وانا هكتب حطيته بس في البتاع اختفت ليه اوكي ارنولد كتير سنة برضه وحيلي و تيرني برضو فاكرين تيرني ده اهو هذا في سنة حلوة اوي.
ويا جماعة بس كده دول اللعيبة يعني أنا شايفهم من البدلاء للعيبة الكبار اللي في باريس سي. طبعا يعني احنا مش هنمشي نيمار و نيمار ومبابي كفاني عشان كبير 200 سنة يعني هنبيعه يعني هنحطه على ترانسفير ليست بس يجيلنا اي منه بتاع ايه انتقالات نبيعه على طول. ماشي اللعبة دي كلها ربيو اهو نبيعه يعني متخافوش ان شاء الله. طيب بوفون مش هينفع يجي يعني هو خليه يلعب بس دلوقتي بس لما نجيب دوناروما الاول وبعدين نشوف هنعمل ايه. يلا بينا دوناروما دوناروما تعالى يلا يلا بينا 60 مليون نبدأ احسن يعني على 75 75 ايه 55 مندل بس الاول احنا هنديك ربيو هنديك مركز تاني هو في الاذر بوزيشن عايز فول باك خد كورزا وخد بيرنت يعني كام بقى 53 مليون. طب يعني خليها 49 مليون حلو ده بقى ابتدت يا جماعة 49 مليون ماشي نكتيشن بقى على طول كده بقى ونشوف هنعمل ايه هنشوف هيوافق ولا مش هيوافق. هو لوس الويكو ليتس بتاعه 25 ألف انا مديله بتاع 30 ألف. طيب هو كروكيل وراشفورد يا جماعة برضو راشفورد عايزين ما نجيبه لو بقى انا كفاني نجيب راشفورد مكان بابي يعني الاحتياطي مش 5 سنين اوكي ماشي مش يوتيوب ماشي يا عم و ماشي مالي 30 ألف سايننج بونس هنديك مليون اوبا الله دوناروما يا جماعة جه الفريق اول واحد طلع. طيب انا عايز اجيب اولا اهم حاجة ارنولد وتيرني دول انا مركز عليهم ودي ضغط سكرين يا برو ممكن دول هيتباع دلوقتي بس هيتباع بعدين ضغط بقى هيتباع سكرين كده انا كنت جبته قبل كده زمان كنت بعمل ساعتها فيديوهات جبته يعني هيجي بعد شوية المفروض شوية كده هيتباع. طيب ديونج لسه شوية محمد صلاح لسه أرثور لسه عمال مش هيمشي بس هيمشي دلوقتي يعني قولوا على موسم. طيب يبقى احنا كده جبنا بصوا بقى الفريق يا جماعة التشكيلة دي ضايعة خالص هنلعب 4-4-2 هولدنج دي ماريا رايت وينج بس ماركينوس خليه ماشي نلعب ماركينوس بس يا جماعه هي دي كده التشكيله انا روما جه طبعا فهنلعبه هنا قالوا لي كام سنه قالوا لي كام سنه 25 خلينا في 19 احسن خليه يعني برضه دلوقتي لو بس يعني يمشي الفريق ايه يعني همشي برضه يلا بينا يا جماعه باك عملية كانت تشكيلة لحد دلوقتي يعني بس يس ماشي ممكن نبقى نجيب تيرني وارسول بس سوري تيرني وارنولد طبعا نجيب ارنولد بس استنى بس نعمله سكاوتنج الاول هو تيرني بس نعرف ما نمشي فلوس وما يوافقوش يلا بينا فرقتي ايوه بقى ده اللي انا عايزه 69 مليون 75 مليون غير نقاش 75 مليون حلو قوي على بيراتي يعني نبيعه ونجيب مكانه ديونج بقى او اكتر يعني حاجة. طيب ماشي بروبوز نيو ترانسفير فيه 75 مليون اهي هيد ولا ايه اوكي
مين ده؟ كده فيراتي احتمال يتباع. طيب الماتشات دي كلها رمانية سامي يا جماعة، يعني مش فاهمين البوتس قوي، يعني ما تديش فلوس كتير قبل ما اخد منهم يعني. يلا بينا اسم، يلا هنا سم ماشي، يبقى دي سم يعني وكده. ليفربول سم وخلاص، يلا فاينل سكاوت ريبورت اون اون. طيب ماشي، فيراتي اتباع ماشي، 5 مليون لسه هيبيعوا. باراديس ده عايز ماشي خلاص، جابوا هولز كاست ريبورت بتاع تيرني وامن ده. ايه هنشوفه، بس ربنا يستر بس في الماتش ده، عشان انا خايف منه قوي 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 قوي. تعادل. طيب ماشي، مين بقى اللي طرد ده؟ ماريا طرد، ما عنديش بديل، وانا نجيب صلاح راح لازم يتجاب. بس الاهم بس الاول و ارنولد. طيب ماشي ماشي، كمل كمل ده، اكيد هنكسبهم يعني، ما اعرفش مين جوان دي اصلا. يلا 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 يلا، الله ماشي يا ولد ماشي، يلا البطولة كلها بقى. سيمي فاينلز توتنهام، يلا ربنا يستر بس اوي يعني. الله توتنهام ولا ايه؟ هنكسب ولا هنخسر؟ وهوبا وكسبنا، الله عاش يا ولد. الفاينل فاينل تشيلسي. طيب هنفعلها ولا كمبيمبي؟ ايوه ليفربول ماشي، هدوم لون يا عم روح، خلي بس ماشي. كمبيمبي 33 مليون 40 مليون 40 مليون 41 مليون كمان، عشان بس ايه 41 0 0 0. قلت انا وبعدين سيرم هيقول لك مش عارف ايه كونتراز يعني، لا 7% يا عم، لا خلال 40. طيب لا لا سامعي اهو يا عم، يلا بقى بوس ايدك بقى والنبي. ايوه بقى يعني، بس لسه لسه ربنا يستر ولا هيباع يعني ولا لا. ماشي عم 4 مليون ريسلوند اوت، الحمد لله جالنا فلون مش قوي. جريت ربيو عايز يلعب، هلعبك يا ربيو حاضر ماشي. يلا بينا يا ربيو ربيو. طيب هلا بينا في مدركش ربيو يتباع دلوقتي، نقدر نجيب اكسون من هيمنز ده بدايه من همان برنامج. طيب طيب ماشي، الفاينل ده بنكسبه بس نروح كده ايه فرنسا كده، احنا ايه معانا كاس كده في قلبنا سيلفا. ايوه 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 انا عايز الحاجات دي، هي دي بقى الحاجات يعني. يعني 33 مليون يا ماشي يعني مش حلوين يعني، انا عجوز فاللي هو خلاص يعني. بيبي انا قلنا انا معناه خلاص. طيب بناء يعني لسه بيعمل له زي اللي هو ايه ولا نقص ولا مازن نقص. اوكي يلا، ايه الاخبار ايه الاخبار والكلام على ايه؟ وغلّى غلّى عليه وهوبا يا نهار ابيض، كسبنا الكاس كسبنا الكاس، روحنا بيه فرنسا. الله 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 عليك ويا شوية لعيبة. طيب خدنا 5 مليون ماشي حلوة اوي. طيب سكاوتينج بقى يعني ما خلاص. طيب الفاينل ضد موناكو طبعا، قلت بس دلوقتي اللعيب على سكواد هوب الاول عشان اللي هو ايه يعني نمشيهم بقى خلاص. اتو ترانسفير بس، ومينيه هيتباع، وجورجن ده مش عايزينه. ايه ده اوكي اترانسفير بس برضه،
دقبه ده مش عم ماشي. ماركينيس روح، ياجو تلفا روح، بيسو ده مش هينفع، كيهلر ده مش هينفع، كمبيمبي ينفع، وإيمانز مش هينفع. يلا بقى خد ماريا، ولا ما جينا سهل، بس خليها تلات في الليست. قلنا سهل انه صار حلو قوي قوي يعني. بيو تباني انا عايز ده كبير حلو بس كبير، بس كبير. كل ده بقى انا عايزه يتباعوا. يلا بينا نقعد نمشي جولدن روند اوت. ماشي انا عايز انتقالات. ايه ده مين ده؟ خلاص ولا ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه بقى كمان؟ ايه بقى كده بقى؟ فلوس بقى كده بقى تلعب. ماشي ليفربول. مين ده بقى اللي عايز؟ ارسنال. لا انا هاخدهم منه ما. ايوه بقى هو ده اتلتيكو مدريد، بس مش هينفع 27 مليون خالص ده القوي. 35 مليون بعد اذنك، 35 مليون لو سمحت. ماشي 35 و0. حط قرش يا جماعه كده، بس في واحد صاحبي كده كان عايز نحط قرش برضه يعني زي تاتش كده بتاعي. بس يلا ماشي. والله لا والله 30 يا عم، مش عاجبك يا عم سيميوني ما تشتروش. لا لا 30 ايه 30 و200 اتفضل بقى. تاريخ مقوي يعني، مش معاك 3 مليون زيادة يعني؟ ده ايه ده؟ انت عندك جريزمان عايز ايه يا عم؟ ميت اوفر يا عم. يلا يا عم تحلق بقى شوية. ايوه كده والله. وكان ما كانش معايا حاجة يعني. ماشي يا عم سيلفا سولد. الله 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 الله. انا احلق بس ارنولد الاول ده عشان ما بس معانا كام بقى كده. اوبا ده احنا هنجيب ايه؟ ده احنا هنجيب لعيبة بقى، هنجيب لعيبة بقى. ارنولدي ارنولداتو ارنولداتو ربنا يستر. طيب ربنا يستر عشان ارسنال عايزاه، وانا ارسنال لو خدته حرام. وان لو عايزه منه هيقول لي مش عارف ايه ولا عايزه عندك. طيب ميدفيلدر خد الواد دراكستر. مين بقى كام؟ كام 3 مليون؟ اتفضل حبيبي. ايه 3 مليون؟ سلم انا على اللعيب زي ده؟ ده هتمام انضف يعني. اظن عشان صغير يعني مش عارف بقى براحتهم. طيب ماشي امبورتنت. اوكي ماشي يعني. ما عندناش حاجة. 5 سنين اكيد 5 سنين. ديس ريكورد. ماشي الويج هنديله يعني 50,000. ساينينج بونس 1,000,000. عقلة ظبطتك يا ارنولد. ايوه بقى كده ارنولد ويلكم ارنولد. معانا كام؟ اكيد معانا لسه 2. طيب تيرني ولا ايه؟ تيرني صح. طيب بس نطلع بس اللعيبه اللي احنا جبناها بقى كده. طيب ارنولد يلا ارنولد تعالى اطلع بره يا منيه، بس خليك بره في الاحتياط يعني يا منيه عشان ايه لو صاحبك ارنولد اتصاب تمت وحطيت. طيب ساكو سيلفا باع صح؟ وكان بيمبي. طيب احنا لازم نجيب دلوقتي ايه اللي اختم تريلر لسه برضو؟ نهو تريلر ممكن يبقى. طب يلا يا سكرينير تعالى تعالى يا سكرينير يعني ممكن اللي هو تيجي معانا يعني. طيب ماشي بلاير سواب ميدفيلدر خد رابيو 79 مليون. هنديله 95,000. الويت هنديله 95,000.
عاش يا ابني. عاد بص هما ثلاثة جمع ثلاثة. انا كده بس كده في المصريين نشوف كده احنا عملنا ايه. بس ماشي حلو. محتاجين نحط بس اللعيبة اول يا جماعة كده. احنا ما عندناش، احنا كده محتاجين نجيب ديونج وارثور مع بعض. الاثنين مع بعض نفس الملاحظة. طب ما هلعب كده هنا هنعمل ايه بقى؟ كومكو هنا. طيب لازم نجيب اتنين هنا وكورزاوا. لازم نجيب تيرني حالا. بس مش سيموس تيرني دلوقتي يعني. بس ايه الاول عايزين نجيب ديليخت او ديونج الاول. نجيب اختيار فين كده يعني. يلا بينا. كام؟ 60 مليون او 58 مليون. 58 مليون لو سمحت. حلو. ها هنشتري. اوكي خد نكونكو. تفضل تفضل يا باشا. مش راضي. طيب عايز البوزيشن. خد وينجر. خد لك دي ماريا. خد مين يا عم؟ كام بقى ده؟ 60 مليون. خد دي ديونج. يلا ديوجي. يلا يا دنجوجي. يلا يا دنجوج. يلا يا دنجوج. يلا يا دنجوج. ماشي كيلو كيل. اوكي انا بافق. وجه 24 يوم 30. لا لا 5 سنين بعد اذنك. هافق. ايه ده؟ اوكي ماشي. كام بقى؟ اوكي طيب احنا قلنا 24 ألف يعني 30 ألف. ثاني بول برضه مليون. لا 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 اليوم جرحت ان انا ليه يعني. الباقي يكون كله خد زيك. ماشي يا عم جامد. ماشي منكيش يعني. عصير مش هيجي. طيب ما عندناش حاجة كده. مسك حاجة دلوقتي الا الدين جوا. مباش ربو مش هيبقى. طيب جبنا دم. ما كان بقى. طيب تعالوا صلاة.
راح حبيبي ولا ايه؟ انتو كده لوز بقى، يعني كده مظبطكم بصراحة. فر لسه خلاص، عشان انا ممكن اجيب سيرني بالعافية اصلا. ما بنعمل ايه؟ 44 مليون؟ هلا يا عم تيرني، ربنا يستر معاك. وبعدين نبقى نجيب دي الاختبار بعدين. ممكن سهل جدا 40 مليون ده خالص، يعني نبيع ناس بقى نبقى نجيب دي الاختبار. طيب مش هنجرع بالك كونكونكو والله. انت عايزه خالص؟ عايزه اهو، اتفضل حبيبي. يلا يلا عندنا فاينل، عايزينكم تدخلوا فيه. كروكيل يركب بقى رياضة على البنش بقى. لما نبيع ناس بقى يا جماعة نبقى نجيبه. نلعب فاينل لاج معاه، يلا بينا. لا 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 نلعبه نلعبه. قبل انطلاق المباراة النهائية في تركيز في حضور جماهيري قوي، الكل يبحث عن ربح اللقب اليوم ولا يريد إهدار الفرصة. دقائق قليلة تفصل الآن في مباراة باريس سان جيرمان الذي سيقابل نادي موناكو. المتعة ستكون حاضرة بكل تأكيد اليوم، من يخسر ليس له فرصة للتعويض مرة أخرى. لا مجال للأخطاء، أكون أو لا أكون، الفوز أو الوداع، لا وجود بالحلول الوسط في مباراة اليوم. لقاء كبير منتظر لنادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان أمام نادي الإمارة الفرنسية دي مونا. بالأطلع تشكيلة باريس سان جيرمان طريقة جدا تكون متوازنة، خطة تقليدية 4-4-2. هذه تشكيلة موناكو في هذه المباراة. واضح من الرسم التكتيكي بان الفريق راح يلعب بطريقة 4-3-3. شوف الكنترول، الله على التحكم، يختار الله ديو.
ايوه بعد يوم يا عالمي، ايوه بعد يوم يا عالم، ايوه يفتح المباراة على كل الاحتمالات. هدف فلان راح يزيد الحذر، راح يزيد الحماس. الله على البداية، هدوم ساعد كثيرا في قطع الكرة. دي ماريا بجد جاية. كانت ضغوطات كبيرة عليك في اللقطة، رفع على الدفاع في اللقطة الماضية. يلا يلا مبابي، استقبال ممتاز، مبابي الله على الكنترول، مبابي وعنا صلاح تك وحده دي ماريا شعلها، دي ماريا شعلها ويفرحها. الله عليك يا دي ماريا. هدفين مقابل لا شيء الان، هدف يوسع الفارق في هذه اللحظات. كامل جريك، ادريان سيلفا، تحرك جيد وسعد في قطع الكرة. ايدينسون كافاني حارس يده بيبقى كان خايف يحطها ضايع. اي الله، يلا بينا. المنافس يسيطر على الكرة. باريس سان جيرمان يحاول استغلال الأطراف. يقابل الكرة وبيخلصها من منطقته. دي يونغ، شوف المساندة المسافة، كرة خطيرة، فرصة لمبابي. يا رب، هدف من مبابي. البي اس جي يرجع في التسجيل مرة أخرى وزيادة حصة الأهداف اليوم، ويوسع الفارق مع منافسه. يلا بقى الآن أصبح الفارق، يلا بقى شدوا حيلكم، ولا أعتقد بأن هناك مجال للعودة في هذا اللقاء. يطلق يلا نيمي فيها. الله يا نيمار، الأرضية كانت ضعيفة، يخرج المنافس، بيرسل الكرة، تسديدة قوية لكن بعيدة جدا عن المرمى. لقطة سيئة جدا في المحاولة الماضية. كيليان مبابي، يا سلام على الكنترول، تحكم في الكرة، ينطلق فيها للأمام، تسديدة من نيمار. أيوة الله، صلاح مبابي، صلاح كافاني مر. الله بصوا جميل، شو جميل، ان يكون المرمى خالي امامه وبدون اي مجهود يذكر، يضع الكره في المرمى. هدف مضمون بنسبه 100%. مباراه من طرف واحد والنتيجه مشاهدينا متابعينا تدل وتؤشر على ذلك. كافاني ينتظر الكره في منطقه كافاني، مهما كان عجوز بس بيسجل، بس هيتباه هيتباه يا جماعة. سادي بص دي يا جماعة، لو يا جماعة ورقات. الله الله الله، عاش يا ولد عاش. يلا ماريا، ديمو يا ديمو، ايدينسون كافاني، تحرك ممتاز للاعبين لدعم الهجوم. صلاح يجرب كره خطيره على الارض، برافو للمدافع، خلص الكره. صلاح ولا ايه؟ هنعملها زي الاهلي نجيب 9-0 ولا ايه؟ هنشوف هنشوف هيجيبه ولا ايه. يلا يلا جيلسون مارتينز، ادريان سيلفا لن يخسر الكره بعد هذا التدخل. الكسندر كولوفين، روني لوبيز، محمد صلاح،
استغلال جيد للطرف من الفريق الباريسي. المساحة متوفرة أمامه لإرسال كرة عرضية. تمركز ممتاز مساعدة في قطع الكرة. بيخلص الخطورة على مناطق قريبة جدا. ماشي الشوط الأول خلص. يلا بينا على تاني شوط. ندخل إلى شوط المباراة الثاني. المباراة واضح أنها تقريبا منتهية خاصة بهذه النتيجة الحريصة في هذا اللقاء. نيمار عرضية تخرج إلى ضربة الجزاء. عليه 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 ازاي ضربت فيه؟ ضربت فيه من بره بقى. واحدة مبابي حلوة حلوة حلوة. نيمار بيرسل الكرة في 18. حارس يبعد الكرة عن مناطق الخطر. الفرصة متاحة لإرسال كرة عرضية. كرة بتبعد من مناطق الخطر. يلا بقى آخر أخبار الانتقالات والميركاتو. دي ماريا يضرب. يا تمريره بدون تركيز تذهب للكره المنافس. تدخل واحتكاك في الكره الماضيه. يلا بقى بص ايديكوا بقى. يلا ادريان سيلفا. يلا 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 نقل الكره الى مبابي. واحده وجاب الله ثنائية في مباراة اليوم. يا لهوي يا بوم 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 بوم. كيليان كيليان امبابي يا جميل. وكرة جميلة. الله السحر هذا. يلا ارفع. يلا واحدة يا كايسون يا كافاني. يلا كافاني واحدة كافاني. يا برا نيمار واحدة. نيمار السامبا نيمار بتاعتك نيمار. واحدة مبابي لسه. طب ما زال نيمار ودي ماري لسه. وديونجو اشيا ديونج. ربع ساعة ونرفع الكاس. هل نفعلها 9-0 ام لا؟ هل نفعلها ام لا؟ واحدة عرضية هي واحدة كافاني. كافاني هي كافاني 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 ومبابي. ارنولد يوقفها بشكل ممتاز. كل افقدها بعد تدخل الخصم. بيلعبها في الخلف. كافاني شوف بسيتش ده حارس بتاع كرواتيا يا جماعة. ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده. يلا يلا ادريان سيلفا فالكاو جيلسون مارتينز كافاني كافاني بيلعب لك كره بينيه.
لا 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 صلاح ومبابي صلاح وما بص شو بيعمل ايه بص شو بيعمل ايه انا تمام قوم واحد على طول يا ولد يا صلاح الولد المو صلاح يا فهد المو يا صلاح يفرض اسلوبه يفرض طريق كرة خطيرة على المرمى كرة خطيرة من على الاطراف ضربة زاوية الان تلعب في البوكس من نيمار ضربة ركنية بتتشتت وحدة يا لهوي بص كانت خلاص بجد السنة بس وتيجي تجيب جون ماشي يلا بقى دقيقة واحدة فقط تفصلنا عن نهاية الوقت الأصلي للمباراة حكم حلو الكرة البينية يكسر فيها المدافعين نيمار يضرب ايوه نيمار تسعة 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 الله المرمى كان خالي وضع الكرة في الشباك مثل هذه الكرات يحلم فيها ان يلعب قربنا من النهاية المباراة تعتقد انتهت مسبقا لأن فارق النتيجة كبير جدا من الصعب تعويضه في الوقت المتبقي 10 ولا ايه؟ 10 ولا ايه؟ وايه؟ على الخلاص ماشي يلا خلاص ارفعوا خلاص خلصت خلصت بقى يلا يا حكم يلا يا حكم خلاص مبروك يا ولاد ايوه بقى ايوه بقى يا رجاله ايوه يا رجاله افراح كبيره هنا في هذا اللقاء الفريق المتوج ارفعها يا ماركينيوس ارفعها يا ماركينيوس ارفعها يا حبيبي تروفي تشامبيونز احنا كامبيونز بالليغا ابطال الدوري هم واحدة الله ايوه بقى يا بي اس جي ايوه بقى عاش الان الفريق عاش تاريخيه وتذكاريه مع البطوله صوره ستظل في ذاكره للسنوات صوره ستتناقلها الاجيال سيتحدث عنها اللاعبون والاسماء والنجوم لقطه ستبقى في تاريخ لاعبي الفريق وجماهيره عاش يا ولاد يلا تروفي تشامبيون كسبناها واللعيبة جبناها وظبطنا الفريق وبس يا جدعان هيك فيديو النهاردة لو بيكون الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا لايك سبسكرايب كومنت شير الفيديو وقولولي هنكمل في مانجا كارير ولا العب فورتنايت ولا ايه قولولي سلام